القوة الجوية يتغلب على فريق الحسين بهدفين لهدف، نشاهد أهداف اللقاء ونتابع ردود أفعال الجماهير بهذا الفوز مع الزميل عمر محمد. مادي محمد الموهبة، الله أول 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 أول، مدي مدي دومينيك السنغالي صاحب ال 25 سنة، جول للصقور عن طريق الصقر الأسمر الأفريقي، طبعا دي أول ظهور لدومينيك. تحت الجزاء للقوى الجوية، الله هذا حمادي، هذا حمادي في هدف غير عادي، وفيه الجمال العجيب ورهيب، والله رهيب، الله يا حمادي 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 للقوى الجوية. أول شيء ألف مبروك لهذا الكيان الأزرق، وندعي الجماهير العراقية كافة للحضور إلى البصرة يوم 27 بالنهائي، وإن شاء الله هذا اللقب نهديه إلى البصرة وإلى العراق. مبروك للكادر التدريبي وللاعبين وللإدارة، وإنك جماهير مبروك الفوز اليوم، وإن شاء الله نطالب كل جماهير العراق وبالأخص جمهورنا العزيزة بالبصرة، لأن البطولة راح هم اللي يحتضنوها وهم أصحاب الكرنفال. الحمد لله 3 نقاط ثمينة صدارة الدوري، نشكر هذا الجمهور اللي حضر الوفي، نشكر الكادر التدريبي، نشكر جميع اللاعب. يعني المستوى ما يبشر بخير، لكن احنا ان شاء الله نتامل بالنهايه، يعني اليوم المستوى مو مقدر طبعا، بس اهم شيء 3 نقاط، يعني انا اشوف باسم قاسم احتفظ بالنهايه.